السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تحضر معنا لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يأتي كل جديد. انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن السلطات السعودية منعت إدخال شجرة عيد الميلاد إلى أراضيها لأنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية، لكن هذا الخبر وللأسف غير صحيح، فقد عرضت في شهر كانون الأول من هذا الشهر 2020 و21 أشجار عيد الميلاد للبيع في أحد متاجر العاصمة السعودية الرياض في حدث غير مسبوق في المملكة. وللأسف جاء الخبر المتداول الجمالك السعودية، يعني النظام ينص على منع إدخال شجرة الكريسماس إلى المملكة العربية السعودية وأي سلع تتنافى مع الشريعة الإسلامية، وقد أرفق المنشور بكلمة عاجب. هذا الخبر حظي بمئات المشاركات مع احتفال طوائف مسيحية عدة بعيد الميلاد في 25 من هذا الشهر، فيما يحتفل الأقباط بالعيد في السابع من كانون الثاني، لكن للأسف الخبر غير صحيح. لماذا؟ لأنه شجرة الميلاد وأنواع الزينة الخاصة بذلك معروضة للبيع في العاصمة الرياض في مشهد كان من الصعب حتى تخيل قبل سنوات، خصوصا أن المملكة تحظر ممارسة أي شعائر دينية على أراضي غير الشعائر الإسلامية. طبعا هذا الكلام ليس أيضا من عندي، فقد نشرت وكالة فرانس بريس صورا لأشجار ميلاد وزينة معروضة للبيع في الرياض. هذه المبيعات بدأت بالظهور تدريجيا في السنوات الأخيرة. مصدر الخبر شنو هذا المصدر؟ تغريدة قديمة من عام 2018 حين كان من الممنوع إدخال شجرة الميلاد إلى السعودية. لا شك من يتحكم في ذلك؟ الجمارك. نصيحتي إلى الجمارك، اتقوا الله في أنفسكم، فإن هذا العمل إجرام بحق المسلمين في المملكة. على مدى عقود لم تكن زينة عيد الميلاد متوفرة بشكل علني في المملكة، بينما كان المسيحيون في السعودية من الفلبين، لبنان وغيرهم يحتفلون بعيد الميلاد خلف الأبواب المغلقة أو في المناطق الخاصة بهم. كل سنة كنا نبدأ ونقول كالمعتاد الناس بدأوا يحتفلون بعيد ميلاد رأس السنة، لكن هذه السنة لا نقول كالمعتاد بل أشد من المعتاد. لماذا أشد من المعتاد؟ آخر ما كنا نتوقع أو نتخيل أن الجمارك في المملكة تسمح بإدخال مثل هذه الأشجار إلى المملكة لكي يحتفل الناس ويعرض في المحلات ويشتريها المسلمين قبل النصارى. الاحتفال بأعياد رأس السنة محرم بالكتاب والسنة بل والإجماع، وقد يدخل إلى باب الكفر والعياذ بالله. الكتاب والسنة دل على أن المشاركة في أعياد الكفار الكريسماس محرم، وإن لم يقصد من شارك الاحتفال بأعياد الكفار، لأنه من كثر سواد قوم فهو منهم، ولذلك لأن النهي عن المنكر واجب، ويجب علينا عندما نرى منكر أن ننهى عنه. فيا عبد الله، أقل ما تفعله أنك تبتعد عن هذه الأماكن، وعليه نصيحتي للمسلمين اتقوا الله في أنفسكم ولا تشاركوا هؤلاء الناس في أعيادهم، وابتعدوا عن أماكن الاحتفال. يقول المولى عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم، نقل بعض الأئمة الإجماع على عدم جواز الاحتفال بأعياد الكفار أو حضورها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ويتكلم عن المنع من حضور أعياد الكفار: أما الكتاب مما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناد عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. كذلك ذكر عن مجاهد، قال: هو أعياد المشركين. وكذلك عن الربيع بن أنس، قال: أعياد المشركين. كل ذلك يقول أن يشهدون الزور يعني يشهدون أعياد المشركين. فالشريعة الإسلامية حذرت من حضور أعياد المشركين ولو لم يفعل أفعالهم،
فما بالك من يفعل أفعالهم. ونهت من مشابهة المشركين حتى ولو بغرض الطاعة، حتى تميز بين المسلم وغيره، وسدت الذريعة إلى الشرك ومنعت من أي وسيلة إلى ذلك. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن الثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فتأمل أخي كيف استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان النذر الذي لله، خوفا من حضور تجمعات الكفار. تأمل كيف استفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكان النذر الذي لله، لماذا؟ خوفا من حضور تجمعات الكفار. أيضا فإن كل ما فعلته أنت وقصدته مما حرمه الشارع من مقابلة فتاة أجنبية عنك أو دخول مرقص وغير ذلك، فيجب عليك التوبة النصوح من تلك الأفعال والندم والعزم على عدم العودة لمثله في المستقبل. وهذه الأفعال ليست شركا لكنها معاصي كبيرة قد يؤدي إلى الشرك، فاستغفر الله وأكثر من الأعمال الصالحة. يا عبد الله، يا أمة الله، هذه ليست أعيادنا. هل هم يحتفلوا بعيدك؟ ثم ولو احتفلوا بعيدك، لماذا أنت تحتفل بعيدك؟ ما علاقة ذلك بمن يزعم أن عيسى إله أو عيسى ابن الله؟ هؤلاء يزعمون، يعني هل أنت تفهم أين الخطورة؟ يعني أنت تؤيد ما يقولونه أن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة التثليث؟ هل تقول ذلك؟ هل تعلم أنك إذا تعتقد ذلك أنت تخرج عن ملة الإسلام؟ فالمسألة خطيرة، لماذا تتهاون فيه؟ ما هي اللذة التي تحصل عليها من هذا الاحتفال مقابل عذاب أليم وغضب من رب العالمين؟ اتقوا الله في أنفسكم، ابتعدوا عن شراء هذه الأشجار، وابتعدوا عن هذه الطقوس في الفتن، في المحن، في الابتلاءات، في الحروب، في القحط، في عدم نزول المطر. ينبغي علينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، ونبتعد عن المعاصي والمنكرات والفواحش لكي يستجاب لنا الدعوات ويرضى عنا رب الأرض والسماوات. نحن بأمس الحاجة إلى ذلك. بلادنا خربت، وللأسف إلا ما شاء الله، حروب، فقر، ناس تعيش في القيم، ناس تعيش في البراري، ناس ماتت بسبب البرد. انظروا إلى حال المسلمين، ناس يعذبون بسبب إسلامهم، ناس مظلومين، ثم أنت تأتي وتعصي الله مع ذلك، ثم ترفع يدك اللهم انصر الإسلام والمسلمين. كيف يستقيم؟ كيف يستقيم وأنت لا تنصر الله ورسوله في قرارة نفسك، وأنت تخالف كلام رب العالمين، وأنت تجاهر بالمعصية، وأنت تشارك الكفار في أعيادهم؟ ماذا تنتظر؟ رحمة الله ينزل عليك علينا؟ لا والله، ما ننتظر إلا غضب الله سبحانه وتعالى وشقاء وبؤس وعذاب أليم. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.